جزئية مهمة هنروح كمان للعمال، وده شيء مهم جدا للعاملين والعمال مصر، ومهم في هذا التوقيت بشكل خاص جدا داخلين على شهر رمضان. احنا معانا الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. طبعا قرارات مهمة وقرارات تاريخية وفي توقيت حساس ودقيق، حضرتك شايف ازاي تأثير هذه القرارات على العمالة المصرية؟ يعني صدور هذه القرارات في مثل هذه التحديات الاقتصادية اللي بتواجه الدولة يؤكد من جديد ان الدولة منحازة بالفعل للفئات الاقل دخلا. لو قرينا القرارات بعناية هنلاقي الدولة يعني اهتمت بأصحاب الحد الادنى للاجور، ورفع الحد الادنى من 4000 الى 6000 جنيه. النقطة الثانية واهتم كمان باصحاب المعاشات وقرر لهم زيادة 15%. اهتم ايضا ب تكافل وكرامة، يعني الحاصل اللي بيحصلوا على معاش تكافل وكرامة وزودهم 15%. رافع حد الإعفاء الضريبي كمان من 45 إلى 60,000 جنيه، ده يؤكد برضو إن ده بيصب في مصالح الفئات الأقل دخلا. كمان الحتة دي هتتعامل إزاي بالنسبة للعمال؟ يعني أنا بقبض مثلا، يعني مثلا كنت بقبض 60,000 جنيه، كنت بيتخصم مني ضرائب بوعفة في لغاية 45,000، لا دلوقتي أنا يتم إعفائي لغاية 60,000. تمام، فدي برضو تعمل له زيادة نسبية في المرتب شوية. طبعا الحاجة الأهم إن أنا عندي 120,000 واحد من الشباب هيخشوا هيتعينوا في الجهاز الإداري للدولة، سواء معلمين أو في الأطباء، يعني في مهن كتيرة داخل الجهاز الإداري للدولة 120,000 واحد هيدخلوا، ودول برضو هيقللوا من نسبة البطالة وهيساعدوا شباب كتير ان هم يعني في المهن الطبيه والمعلمين والعاملين بالجهات الاداريه الاخرى. طبعا ده وده مهم جدا. 120,000 واحد برضو، عشان يعني ده معناه 120,000 اسره، فده برضو شيء مهم. طبعا ما انا بقول لحضرتك يعني ده 120,000 واحد كانوا قاعدين في طابور البطاله، بكره هيشتغلوا وهيبقى ليهم مرتب وبيت واسره يعني وكل حاجه، يعني تخدم على الاقل مليون شخص. بالتاكيد، يعني كلام سليم. برضو الدولة اهتمت بالفئات الاخرى، يعني انا مش هزود الحد الادنى واسيب الباقي، لا، يعني انا عندي مثلا العاملين الخاضعين هياخدوا 10% علاوة، قدرها 10%. تمام، عندي كمان غير المخاطبين هياخدوا علاوة 15%، العلاوتين هيبقوا بحد ادنى 150 جنيه، ده بالاضافة كمان الى علاوة تانية يعني ايه قدرها 500 جنيه، يعني في حفظ، مش علاوة، اسمها حفظ اضافي، هيبقى بيتراوح من 500 ل 900 جنيه طبقا للدرجه الوظيفيه، عشان يبقى كل الناس استفادت. ما يبقاش الحد الادنى بس اللي استفاد او اصحاب المعاشات. طب دي نقطه مهمه، معلش وضحها لنا، يعني هو هيزيد في الاجر. تمام، طبعا ده غير الحافز الاضافي. هو طبعا يعني في 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 كلام ان كل الناس هتزاد، يعني هيبقى من 1000 ل 1200. ايوه، من ضمنهم بقى العلاوه، من ضمنهم الحافز الاضافي، من ضمنهم حاجات اساسية، الحد الاعفاء الضريبي، من ضمن يعني ايه، هتبقى كمان يعني الحافز بتاعه كله، كلام سليم، او المالي كله من 1000 ل 1200 طبقا للدرجه الوظيفيه. لكن اصحاب الحد الادنى للاجور هيزيدوا من 4000 الى 6000 جنيه في قيمه الحد الادنى. مفهوم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شكرا جزيلا على وجودك معنا.